الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثامن من الكتاب الحادي والخمسين، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، القاعدة كده، طالما يغفرها لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إذا تبتم وندمتم وأقلعتم عما أنتم فيه من معصية أتوب عليكم. فحتى أنه يقبل توبة الكافر بالإيمان يقينا، وفي سائر المعاصي الأخرى غير الإسلام أو الإيمان توبته معلقة في المشيئة، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها ويعاقبه، ولكن لا يخلد في النار، لأن الإيمان مانع من الخلود في النار وليس مانعا من الدخول في النار، مانعا من الخلود وليس مانعا من الدخول. فهم؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 84 بعد 107 آلاف، قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. يبقى قبول التوبة ده شرع مستمر في سائر الأمم، في شرعنا وشرع من قبلنا، لأن ده في من كان قبله، والحديث هيدلك على أن الله قبل توبته. يبقى قبول التوبة من سائر الذنوب شرعنا وشرع من قبلنا، لم ينسخ في شريعة من الشرائع، لأن قبول التوبة متعلقة بإرادة الخير لله من الله لعباده، وإرادة الخير مستمرة لا تزول ولا تنسخ. قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب يعني عابد. الناس تفتكر تملي العابد عالم، اعتقاد الناس كده، لا، في عابد جاهل، مش كل عابد عالم، لكن الناس تختلط عليها المسألة ساعات، ما يشوف واحد متفرغ للعبادة ليل نهار يفتكره عالم، فهم؟ فخد بالك. فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. يتضح إنه كان عابد جاهل. قال له: لا، يبقى ده كان عابد جاهل. فاختلط الأمر على الناس، طول عمر الناس تغتر في مظاهر العبادة وتظن إنهم إيه، علماء، وهم جهلة. زي اما ايه الجماعه الوهابيه ربوا دقونهم ولبسوا جلاليب بيضة ولبسوا عمامه، الناس اغترن فيهم افتكروهم علماء، فبقوا يقدموهم في الصلوات ويطلعوهم على المنابر ويعملوا لهم قنوات فضائيه، واخد بالك، ويطبعوا لهم كتبهم وهم جهله. فهمت ازاي؟ هيبقى ايه، لا تغتر بمظاهر العباده، العبره بالعلم. او راح لراهب اهو، اعلم اهل الارض، عدلوا لي أعبد أهل الأرض. فرق بين أعبد وأعلم، قد يعبد بجهل. فهمت إزاي؟ إياك إياك. وعلشان كده التصوف يقوم على العلم والعبادة. شوف العلم الأول والعبادة، مش العبادة والعلم، لا، العلم والعبادة. لا تعبد إلا بعد أن تتعلم، مخافة أن تعبد خطأ
فهمت بقى ازاي؟ فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله. يبقى نهاية العبادة بغير علم سوء الخاتمة، أو النهاية بتقتل. فهمت إزاي؟ وخيركم من طلع عمره حسن عمله، يبقى ده إيه؟ أسطر عمره، يعني موته أحسن. العابد الجاهل ده موته أحسن. شوف قد ايه، لانه بيصد الناس عن العباده بجهله. والعالم الفاجر موته احسن، لانه بيصد الناس عن علمه بايه؟ بفجره. فاخطر اثنين على الناس العابد الجاهل والعالم الفاجر، اخطر اثنين على الناس. العابد الفاجر، العابد الجاهل يصد الناس بجهله عن عبادته، فيصد الناس عن العباده. يقول لك نعبد ايه بقى؟ ما هو ده 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 بيعبد ربنا ليل نهاره وجاهل. يقوم يتركوا العباده من اجل جهله. والعالم الفاجر يكون سببا لترك الناس العلم من اجل فجره. فهمت ازاي؟ وبالتالي كن عالما عابدا، ولا تكن احد الاثنين فتهلك. وديك انت شفت قبل كده جريج. جريج مش كان عابد؟ وكانش عارف مراتب العيه العبادات، مش عارف ايه هو الواجب وايه المستحب وايه المكروه وايه الحرام، مش عارف المراتب. فكانت تيجي له امه تناديه وهو في عباده نافله، يقول ربي امي وصلاتي، ويسيب امه. فهمت ازاي؟ المفروض لو كان عارف ان اجابه الام اوجب من الصلاه النافله كان ترك صلاته واجاب امه. فهمت بقى ازاي؟ لكن جهله خلاه يقدم هذا، ادى بيه الى ايه؟ ان هو تعرض للفتن في اخر حياته. فهمت ازاي؟ يبقى العابد الجاهل قد يتعرض للفتن وقد تسوء خاتمته. فهمت؟ يتعرض للفتن جريج، وقد تسوء خاتمته بالقتل زي الراهب ده. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من مثل هذه اللمحات في وسط سنه النبي، عشان تعرف ازاي تمشي. لابد ان تعلم ثم تعبد. فهمت؟ يعني ينفع واحد يخش يصلي وهو مش عارف الصلاه ايه هي؟ ماذا يفعل فيها؟ فناخد بالنا من الحكايه. فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه؟ فقال لا فقتله. ما هو خلاص بقى الحكايه ده، ما فيش توبه بقى، خلاص بقى كملهم 100. ما هو 100 زي 200 زي 1000 بقى، خلاص ما هو مفيش توبه. يبقى انغلاق التوبه تؤدي الى ان العاصي يتمادى في معصيته. وانفتاح التوبه تجعل الانسان ينقدح في قلبه الامل فيقلع عما هو فيه من معاصي. فكمل به 100 ثم سال عن اعلم اهل الارض. فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لأنه ما قالوش أنا قتلت. ده بيقول إيه؟ راح للعالم يقول له لو رجل قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ عالم بقى، عالم بالله. فهمت بقى إزاي؟ أدي الفرق. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يبقى إيه؟ حتى تدوم في التوبة لابد أن تكون هناك رفقة صالحة، لأن قد يتوب الإنسان ولو لم يغير الرفقة يعود للمعصية مرة أخرى. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده حتى يصدق في توبته ويدوم عليها عليه ان يغير الصحاب الاصحاب ومكان المعصيه. فهم؟ يبقى من شروط التوبه النصوح هو ان ترافق اهل الصلاح اذا اردت ان تتوب، وان تقطع علاقتك بايه؟ بقرناء السوء. دي اول حاجه.
علشان كده اول علاج في الادمان ايه؟ يقول له ايه؟ غير الشريحه بتاع الموبايل بتاعك، عشان نمره تليفونه مع قرناء السوق، الو تعالى هنجيب البضاعه النهارده، يقوم ايه؟ يوزه يرجع تاني، فلازم يغير نمرته، يعني يقطع علاقته بايه؟ بقرناء السوق. شوف سيدنا لقمان يقول ايه؟ واتبع سبيل من اناب الي. واتبع سبيل من اناب الي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. وكان علماء التربيه يقول لك ايه؟ الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، يسحبك على ما هو فيه، ان كان في معصيه يسحبك للمعصيه، وان كان في طاعه يسحبك الى الطاعه. فهم؟ وعلشان كده ده طلع راجل عالم كبير، قال له توب وغير البلد اللي انت فيها دي، لان فيه قرناء سوء شجعوك تستمر تقتل 100 ومحدش فيهم ينهاك من اول مره ويقول لك كده غلط. لا، دي الارض اللي انت عايش فيها دي ارض سيئه، ده مليانه قرناء سوء، ابعد عنهم واخرج من الارض دي. لان حاجه من الاثنين، لو قعدت معاهم يا اما هيرجعوك يا اما يعايروك. يا يرجعوك يا يعايروك. فهمت بقى ازاي؟ يقولوا له بقى يعني انت بقيت بقى قتل قتله جاي لي تصلي دلوقتي، ده يقوم ايه؟ صدوك عن العباده، مش كده برضه؟ هيعايروه، عارفين ماضيه. يبقى لابد ان الانسان يغير ايه؟ البيئه اللي كان فيها في المعصيه، حتى لا يذكروه بمعصيته. واخد بالك؟ ثم يصاحب اهل الصلاح حتى يتقوى بصلاحهم فيستمر على توبته. شفت ده عالم كبير ازاي بقى؟ قال له ان التوبه مقبوله، بس عشان تستمر فيها اعمل كذا وكذا وكذا. يبقى ده علامه بقى. فهمت؟ يا سيدي. نعم. ما هناك فرق بين السوء والسوء؟ لا. معنى واحد. السوء والسوء معنى واحد. لكن هما لهجتان عربيتان. يجوز في النطق تضم السين وتفتح. فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء سوء. يقصد أرض سوء هنا يعني أهلها أهل سوء. فهمت بقى؟ لأن الأرض لا تسوء إلا بأهلها، مش كده برضو؟ فهنا يقصد فإنها أرض سوء يعني أرض أهلها أهل سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. أول ما جاء في نص الطريق بين قرية السوء وقرية التوبة، فهمت إزاي؟ مات عند نصف الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم. وده برضو بيبين لك إن صورة الآدمي صورة العلم. الصورة الآدمية رمز العلم. فلما اختصم الملائكة جاب لهم صورة الآدمي رمز للعلم. لأن جاب لهم ملك برضه، بس جابه في صورة العلماء. عشان كده علم آدم الأسماء كلها. سأل الملائكة ما جاوبوش، وآدم جاوب. يبقى الصورة الآدمية صورة تدل على العلم. وده تشريف ما بعده تشريف. فهمت؟ فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني قيسوا، لو هو أقرب لإيه؟ لأرض المعصية خدوه ملائكة العذاب، إذا كان أقرب لأرض الطاعة خدوه لإيه؟ لملائكة الرحمة. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. يعني يدوب زحزح صدره كده في جهة إيه؟ أرض التوبة، علشان لما يقيسه يبقى ده من باب التوفيق.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى قبل توبته ووفقه ايه لان يكون عنده دليل الرحمه معه وهو نميت. فلما جاءه الموت نأى يعني ابتعد بصدره الى جهه ايه بلده التوبه. يبقى وجبت الهجره. في التوبه تجب الهجره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى تجب الهجره لكل عاصي ان يهجر المعصيه، واذا استطاع ان يهجر ارض المعصيه يبقى احسن حتى لا يعود مره اخرى. ايوه. سيدي ما الفائده هذا القياس؟ هذا القياس بين المكانين. اقامه الحجه لعباده. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول الملائكه الرحمه خذوه. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين سعة رحمته ولطفه بعباده للملائكة نفسه، لأن الملائكة عباد لله برضو بيعلمهم. فهمت إزاي؟ يريد أن يعلمهم ويعلمهم، وأيضا يبين لهم كرامة بني آدم الذين اعترضوا على خلقهم وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهمت إزاي؟ وعن أبي قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة، فقتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وعن أبي قال يبقى انحاز لأهل الصلاح حتى تحسب منهم، انحاز لهم ووالي أهل الصلاح والتقوى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث معاذ بن معاذ، وزاد فيه فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي، يعني القريتين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، يعني ربنا يفدينا من النار بإيه؟ بالكفار، لأن ربنا جعل للنار فريق وللجنة فريق. فربنا سبحانه وتعالى يفادي ويفدي ويجعل فداء المؤمن يهودي أو نصراني يعني كافر. يعني إيه؟ كأن الله يعذر المسلم إذا تاب عليه من بعض معاصيه التي دله عليها الكفار. فهمت ازاي؟ فلان الكافر الكفار سنوا سنه سيئه فعليهم وزرها ووزر من عمل بها، فيجي بعض المسلمين يعملوا بعض السنن السيئه اللي سنها الكفار، يوم ما يجوا يقابلوا ربهم مسلمين ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم هذا بسبب ايمانهم واستغفارهم، وانهم كانوا عندما يفعلون هذه المعاصي يفعلونها وهم نادمون في قلوبهم. فهم؟ فيعذب بها الكفار الذين سنوها، لان من سن سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها. عشان ما يجيش واحد يقرا الحديث يقول طب وذنبهم ايه؟ ما هم ذنبهم ان هم دلوا الناس على الكفر وفتنوا الناس عن دينهم ونشروا الفسق والفسق والفجور وغيروا وجدانيات الناس بثقافتهم التي صارت تتسلط على الناس من كل باب. فهمت ازاي؟ فكانوا سببا في ضلالهم وفي معاصيهم، فلما تسببوا كانوا كانما فعلوها ويحملون اوزارهم واوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهمت بقى؟ فالمساله هنا ما فيهاش يعني ايه ظلم بحد، لا يظلم ربك احدا. يعاقب الكافر بكفره وايضا بما سنه من الكفر ودل الناس عليه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عونا
وسعيد بن أبي بردة حدث أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. والإمام الشافعي بيقول إن هذا حديث أرجى حديث للمسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى حيفك وثاقه بسبب إيه؟ بسبب، بس المهم يموت على الإسلام، المهم إيه؟ يموت على الإسلام، هو دي الكرامة الحقيقية. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: أخبرنا همام قال: حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان، وقال عون بن عتبة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، لأنهم هم الذين أجبروهم على فعله ودلوهم على فعلها وشجعوهم على فعله، عشان ما تقولش طب ذنبهم ايه؟ لا، ذنبهم ايه؟ جاي تقول لي ذنبهم ايه؟ ومين اللي نشر الفجر والعري والخمر والقمار وقتل النفس؟ مين اللي نشرها الا اليهود والنصارى؟ انظر لحولك، فهمت ازاي؟ فهم الذين نشروا ذلك. من الذين اخترعوا الاسلحة الجبانة التي تقتل البريء كما تقتل المجرم، لا تميز حتى بين الحيوان وبين الانسان، ولا الصغير ولا الكبير ولا الطفل ولا الصحيح ولا الشيخ ولا المرأة ولا المقاتل. يرمي قنبلة، شوف عملوا ايه في هيروشيما، عملوا ايه في ناجازاكي، عملوا ايه بهذه القنابل وهذه الأسلحة الفتاكة العمياء، وبعد كده تقول لي طب ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ ما انت مش مدرك الواقع. فهمت بقى ازاي؟ لا لا، ده كل ذنب يفعل في هذا الزمان ومعصية هم وراءه، وهم الذين مهدوا له، حتى انهم كفروا كثير من المسلمين، خرجوهم من دينهم بسبب هذا، فهم وراء كل فتنة. وكلما ايه يعني اطفأ الله نار الحرب اوقدوها، مش هو ده اللي بيحصل؟ واوقدوها باسلحة فتاكة الله سبحانه وتعالى لا يقبلها. الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يعذب الانسان اي مخلوق بالنار، وهي اسلحتهم كلها نار. فهمت بقى ازاي؟ فتقول لي ذنبهم ايه؟ يبقى انت مش مدرك الواقع. فهمت ازاي؟ ده صدق رسول الله فعلا، صدق رسول الله وكأنه عايش معنا وشاف مثل هذا. واحد زي هتلر المجنون ده وموسوليني عملوا الحرب العالمية الثانية، مات فيها 60 مليون، 60 مليون ماتوا، و60 مليون زيهم جرحى وأصحاب عاهات. واحد زي لينين وزي اللي عملوا الشيوعية موتوا 90 مليون عشان ينشروا المذهب السيوعي، 90 مليون، وفي الاخر تقول لي ذنبهم ايه؟ تبقى انت مش مدرك الواقع، سلم الامر لله، ان الله لا يظلم احدا. فهمت بقى؟ عشان كده يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال، ذنوب كتيرة، يحط لهم ادمان في السجاير عشان يحولوهم لمدمنين، ولما يدمن يزني، ولما يزني يشرب خمرة، ولما يشرب خمرة في الاخر ينتحر. فخلوا المسلمين يعملوا ذنوب قد ايه؟ كل ده بسبب ايه؟ فسادهم. فهمت؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لانه مات على الاسلام، ويجيب دول اللي هم دلهم عليه يعاقبهم. شفت قد ايه؟ فليبقى الله لا يظلم ربك احد. لان في ناس كتير بتعترض على مثل هذه الاحاديث، ويقول لك ايه طب وايه ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ تعال البابا ويفهمك ذنبهم ايه؟ تعال يا بابا البابا. فهم؟ لازم تدرك الواقع وتشوف الواقع اللي قدامك.
فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز. فقال: أبوك حدثك عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول يدنى النجوى، يعني الكلام سرا. يبقى النجوى هو الكلام سرا، لما تسر لأخيك كلام لا يسمعه من بجوارك يبقى يسموه إيه؟ ناجيته. يبقى النجوى هو الكلام سرا حتى لا يسمعه من بجواره. هو بيكلمه وانا بيسأله عن النجوى، يعني عن حديث الله مع عبده بحيث لا يسمع الا باقي العباد. يبقى بيتكلم عن نجوى مخصوصة، وهي ان الله يحدث عبده ويحادثه في المشهد العظيم يوم القيامة في وسط الناس دون ان يسمع الناس. فهمت ازاي؟ يبقى بيسأله عن هذه النجوى. كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. بدون ما يسمع حد، ما يفضحوش، لا يريد أن يفضحه، يعني يعاتبه دون أن يفضحه، ويقول له: كما سترتها لك في الدنيا وأنت لم تتباهى بها أمام الناس وكنت تخجل أن تفعلها جهرا، فأنا أسترها لك وأغفرها لك اليوم. فهم؟ بغير الفاجر بقى اللي هو بيعصى في الإيه، في العلن. اللي يعصى في العلن يحاسب في العلن، واللي يعصى في الستر يحاسب في الستر. فهمت؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، لأن دول كانوا فجرة يفعلوا المعاصي ويعلنون عنها. فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. ونقف عند هذا الحد، لأن حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه حديث طويل، ويمكن من أطول حديثين في مسلم، حديث إيه توبة كعب بن مالك وحديث الإفك. فإن شاء الله إيه نقرأه غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.